تماما لتنفيذ المرحله الثانيه من الانتخابات. المرحله الاولى انتهت بخير وكنا اعلى محافظه بنسبه التصويت، دل على شيء يدل على وعي الفرد الزناوي والمراه الزناويه اللي انا بحترمها وعي كبير جدا. اهلا وسهلا بيكي كعضوه فاعله ان شاء الله في البرلمان. وانا ليا لقاء طبعا بمجرد انتهاء الانتخابات واعلان نتائجه، ليا لقاء كبير مع الناجي الرول عشان نحط ايدينا في ايدين بعض ونقدر يبقى في شغل على التوازي مع بعض. احنا محافظه محتاجين حاجات، محتاجين شغل كتير، محتاجين من يمثلنا في البرلمان، محتاجين من يطالب بالموضوعات اللي احنا متاخره والموضوعات التنميه اللي احنا قطعنا فيها شوط كبير قوي.